رسالة احتجاج وغضب إلى السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. نحن أهالي مدينة سنجار وكل المجمعات وبلدات وقرى التابعة لها، سواء أولئك الذين عادوا إلى أرض سنجار المظلومة أو من بقى منهم معزولا عن العالم خارج ومنسيا في المخيمات النزوح، نقدم أولا بالعتب الشديد عن طريق التي تدير بها حكومة العراقية ملف سنجار التي كان آخرها إلغاء السيد رئيس الوزراء زيارته إلى سنجار دون مبرر مقنع ودون تقدم أي اعتذار يعيد إلينا اعتبارنا، ونقدم ثانيا بإعلان غضبنا الشديد من إصرار السيدة جينين بلاسخارت وبدون كلل وملل من محاولة إجبار اليزيديين على قبول تطبيق اتفاقية أمنية سيئة السيت بشكلها الحالي رغم المخاطر الشديدة التي قد تسبب بها من آثار النزاعات ونشر الفتنة ربما إشعال حرب في المنطقة قد تؤدي إلى نزوح اليزيديين مجددا بعد أن استغرقت رحلة عودتهم إلى سنجار سنوات طويلة. أولا دولة رئيس الوزراء، إن التراجع غير المبرر عن زيارة سنجار آثار غضب اليزيديين في كل مكان وفتح باب مباشر أمام تزايد خطاب الكراهية ضد اليزيديين وإلى التعرض مناطقنا للقصف دون أي موقف حكومي واضح. وبقدر نحن احترام العالي للسيد رئيس الوزراء خصوصا بعد قراره التاريخي بإصدار قرار تملك المنازل اليزيديين بقدر ما نشعر تجاهه بالغضب وعدم الرضا، لأن تخليه عن أهله في سنجار وتسبب بضرر بالغ لليزيديين وإعادة قضية سنجار إلى مربع الأول. ثانيا إلى سيدة جنين بلاسخارت، منذ إقرار اتفاقية سنجار في أكتوبر من عام 2020 وأنت تضعين شرط تطبيقا كأساس لإعادة إعمار سنجار وتثبيت استقرار في المنطقة وآخرها إحاطة التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن في 18 آيار 2023 رغم أن الاتفاقية التي تم توقيعها تحت رعايتك لم تكن ممثلة بالشعب اليزيدي نفسه، لكن منذ توقيع هذه الاتفاقية المشؤومة والشعب اليزيدي يعاني من قلق ونشوب صراع في المنطقة، لأن كل اليزيديين يدركون أن الاتفاقية هي باب من أبواب الحرب التي سيدفعون ثمنها. ثالثا إلى القوة السياسية العراقية، يتعرض أهلكم اليزيديين في سنجار في المخيمات إلى خطر وقوع مجددا ضحية صفقات يتم تمريرها على حسابهم وقد يجدون أنفسهم من جديد ضحايا الموت والنزوح. دست به کج خیر هات نواجد که اونا به معمشی کور کور کی ته خواه کرد و ایرو مشام جیش بر وان معمر سر خلق میشن گال چید بی و بیلانه و تیاره هر روی زارو که ما مالت سویل دو
ملت ما جی ایرو گلیو گاز نه خپل و ما شه دا دینه سر زمان او وید وک امیر حازم شتر بی جما وید وها هف دیت نات بینن بینن دشمنه مراری کارن و فاتنا وی او روزه هاتی او درجین سردانا چن درا هم یکر موصل دا وار محافظه هم یکر بس مخابن بین نه هاتا شنگاله جی ملت ما یز دی جی خو کار کرو گهشت یک جی دی سال غل شنگاله دا گهشت یک جی وان جی گود بومه پی جواز یا گرم جی هاتا نا وی جی کن بس مخابن جی حازم جی پیرا هاف دیتن کر جی پیش گره نهلا پیشا او جی گرد نه هلا بیتا سردانا خلک شنگاله جی خلک مې شنگال جی دوی هات با سردانا ملته وی کربا هات با وک گوتی سردانا کربا اشبروان شهید ملته مې یزدی داینی زنګی 400 شهیدی داینه جش فرمانه هتا نه دا کو خوشکمه هتا نه دست دا عش دینا مجی ملته مې یزدی جی دوی هی بیا کو جی هبه به سردانا کو ان جی بکا وجا ملت ما از دیجی نراور نرازی و نخواجید که وش بر وگر راست ناجی وش بر وگر را پیش مرگاجی ملت ما از دی نرادیه میر حازم جنها مشتر جی گوتیا میر حازم جی از بیش ما تا هفکاری مالا برزانی هفکاری اردوغانا خیرش ملت از دی را نخواز یکا ملت از دی را خیر خواز باوی کوا پیشا آوی وزیری وی تا سردانا ملت شنگالی امی بوی نف خود بینن بری هم امیر حازم امی بینن و جا تشتاکی خواه آیا حکرنا هفکاری هنک دیبا و دسته وی نل نف اوا دشمنه مدابا اونا دشمنه مرا مثلا پیلانه دوی دانیوانا و خیرا ملت خوب بیا پیشی ند گرت آهات ناوی نه سردانا ملت ازدی و جا ملت ما ازدی جی نرازی بنا وی هایا اش حازم جی اش همو دشمنه ویان را میر حازم مهیوی هایا میر حازم حقی خوش نش وزیرا کی بینی و نش غیر وزیرا کی را بینی کش ملت ازدی ملت ما ازدی ته دولت و زبیشمتا تشتاکی راحت با سردان کروا جنت خواستن بس ما کیفا ہوئی تے بھی بجن ما سردانا ملت ازدی کریا مال بات شہیدہ داکو باب شہیدہ ما جہی وی ہو بیا سردانا شنگال بس مخابن ادوا کا حازم نہیں لاندے.